ليلى عز العرب من مدير عام لممثله جباره، ازاي؟ نبدا الحكايه من الاول خالص بقى. ماشي، احب نبداها من ان انا وانا صغيره كنت بحب امثل واغني وارقص، وفضلت على مسرح المدرسه بعمل الحاجات دي كلها لحد ثانويه عامه. ثم توقف النشاط الفني خالص في الجامعه. وبعد ما خلصت الجامعه يعني ده كان دايما هدف ليا. كنت عايزه اخش فنون مسرحيه، والدي رفض، معهد سينما والدي رفض. ولقيت جواب التعيين بتاعي في البنك وصل. جواب تعيين فجأة مفاجأة. عملت ايه؟ خلاص بقى استسلمت. استسلمت الواقع. ودخلت يعني مع بابا كان صعب العند. ياك، الله يرحمه. كان صعب. انا وهو كنا عناديين قوي، فصعب قوي احنا الاثنين نقف صراع جبابرة يعني. وكان بيخاف عليكي، خايف تخشي المجال. جدا. كنت بنوته شقيه واموره. لا، كان بيخاف عليا بفظاعه يعني. وصلتي مدير عام. كان دايما عنده يعني انا البنت الوحيده واخر العنقود، ففي استحواذ كامل يعني. كنت قد ايه بقى؟ كام بنت وكام ولد في البيت؟ احنا ولدين وبنت. يعني البنت الوحيده؟ طب ما حقه كان برضه يخاف برضه. اللي هو لا، وكنت اشبهه قوي كمان. الشبه ده كان قمر كده بابا؟ كان قمر، كان فظيع، كان جان. ياه. والله. الله يرحمه. ف ابتديت كارير في البانكينج وحبيت الشغل قوي. واتجوزت وخلفت والدنيا مشيت كده. لحد بقى ما الولاد كبروا واتجوزوا وخلفوا ما شاء الله، ووصلت لحاجات انا عايزاها في الشغل وكده. مدير عام. مدير عام. لا، وكان عندي مناصب تانية كمان يعني. يعني حققت مناصب اللي اي حد يطمح فيها يعني. زي ما اديت شغلي هو اداني. كنت بتحبي شغلك؟ اضطريتي تحبيه ولا عشان هو شغلي؟ لا لا، حبيته جدا. بس انا اصلي بحب الارقام، ما احبش الكلام. فكان يلقى عندي كده قبول لطيف فكره التعامل بالارقام. طب وطول الفتره دي كنت بتحلمي تمثلي؟ لا، راح خالص. بقيتي ست عمليه. يعني ما هو التمثيل زيه زي العمل في البنوك. الاثنين ما يستحملوا الشريك. طب وما كنت بتشتغلي الفتره دي، ايه بقى اللي خلاكي بعد كده فكرت ترجعي التمثيل؟ الفكره اتروضت تاني من ايه؟ الملل. الملل. وكنت قربت بقى يعني، كنت قربت للتقاعد يعني. فطب انا هقعد كده؟ ما اعرفش اقعد من غير شغل. طب وانت ما كنت بعد كده دخلتي التمثيل، دخلتي تجربه تقريبا كانت مع العملاق احمد زكي في معالي الوزير. دي اول وقفه كاميرا. وقفه كاميرا، كنت تقريبا نايمه بدور بس كنت صامت. لا لا، كومبارس صامت وليا الفخر. طبعا. في ايه انت بتتكلمي مع الله يرحمه الراحل احمد زكي؟ طبعا. حسيتي بايه بقى؟ كان عندي فتره تجارب وانا لسه في الشغل. دي بقى اللي كان فيها معالي الوزير. كان فيها الأصدقاء، كان فيها اسكندرية نيويورك، كان فيها عايز حقي. وبعد كده دخلتي مع فيها الأمراض. أين قلبي؟ يعني خلينا نبدأ محطة عملت محطة. كل حاجة. خلينا نبدأ محطة محطة، حابة أعرف كل التفاصيل. أول